والسلام. فقلت هكذا عبارة: إن يزيد بن معاوية دون أن يقوم بقتل الإمام الحسين عليه السلام هو أقل من أن يباشر هذا الأمر. أنا مقصودي أن هناك جهة عليا هي التي أملت على يزيد بن معاوية أن يقوم بعملية قتل الإمام الحسين عليه السلام، وليس قرارا يزيديا مستقلا. ليلة تقريبا يمكن سابع أو ثامن، الأخ اللي كان يوصلني إلى الماتم قال لي: شيخنا أنا أبغى أتكلم إياك في موضوع، فإذا تلتفت إليه قلت له تفضل ماكو مانع. قال: ترى البلد ضاجة بأنك أنت تدافع عن يزيد وتبرئ يزيد من قتل الإمام الحسين عليه السلام، وتقول يزيد ما له علاقة بقتل الإمام الحسين. أنا ما قلت ذا الكلام. قال: لا أنت قلت كذا. رجعت البيت استرجعت الشريط فالتفت للعبارة. فبعدها بعد ليلة أو ليلتين قلت: يا إخوان ترى أنا مقصودي كذي مو مقصودي كذي. وأما ياسر الحبيب فهو المقصود بعمامة السوء، ولست من يطعن أستاذه في ظهره. للوحيد علي فضل، تربيت تحت منبره 4 سنوات. إني لو أحدث الرجل بالحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله وأنهاه عن القياس فيخرج من عندي، أنا أقول لا تجلس وتتكلم، فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله، يفسره بالنحو الذي جنوا ها، يروح يدخل في جدال وقياس. أنا قايل لا تدخلوا لا تتكلمون، ماذا يفعل ها؟ يقبل أمري أو لا يقبل؟ مع الأسف الشديد هذا الذي أنا قلت بأنه عموم أصحابهم لم يكن في وجدانهم أنهم يعتقدون بعصمة أهل البيت، وإلا لو كان هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء معصومين فطاعتهم على حد طاعة رسول الله كان يتأولون ويخالفون أو لا يفعلون. أنت بينك وبين الله، الآن مرجعك إذا يقول لك فريشي أنت ما تخالفه، فكيف إمامك شنو؟ الإمام المعصوم يقول لك أنا أقول كذا، تقول له سمعا وطاعة. لماذا كان يفعلون ذلك؟ لأنه ما كانت الرؤية موجودة في مقام الإثبات وفي مقام تصور الشيعة أن هؤلاء ماذا؟ معصومين. كرر الرواية. فيا أخي الكريم لا تقولنا ما لم نقل، وإذا أردت أن تنتقد فانتقد بوعي واسمع الكلام جيدا. هاي مشكلة يعني الكثيرين من المستمعين إلينا، مشكلة الناس أنها تسمع جزءا من الكلام وتبني عليه وتبدأ بالانتقاد، ما بيصير. أنت لابد أن تستمع إلى الكلام كاملا، أنت وغيرك لابد أن تستمع إلى الكلام كاملا، لا تأخذ جزءا وتضع جزءا آخر. مثل هذول اليوم اللي بيقطعوا المقاطع وبينزلوها على وسائل التواصل الاجتماعي، بقطع مقطع بتفكر أنت أنك أن هذا الشيخ أو ذاك الشيخ يسيء إلى رسول الله أو يسيء إلى الأئمة أو يسيء إلى كذا. طيب أكمل الكلام، ارجع إلى المصدر المحاضرة كاملا، ارجع إلى الكلام كاملا. إذا ما فهمت في المرة الأولى أو حاولت فهمت شيئا سيئا، عد احضر مرة أخرى حتى لا تظلم، لأنه بهذا الكلام في ظلم. نحن ما قلنا